مرحبا حبايبي، شلونكم اليوم؟ الفلوكيات مالتنا بالمطبخ، نسوي أكلة الشيخ محشي. وهاي أكلة الشيخ محشي مالتنا، بعض الدول يعني الدول يسموها المحشي. زين، احنا عندنا الدومة تختلف عن المحشي، يعني شوية سائلة تصير. قصتها هذه شلون صارت؟ قرروا العائلة كليتهم يسوون دايت مال خضر، شنو نعصر السليق ونعصر الشوندار ونعصر هاي كله، نسويه عصير 3 أيام، كل شيء بناكل من الصبح لليل بس نشرب هذا العصير. زين، أنا مسوقة أدوات الشيخ محشي، قلت لهم يا بن أجلة نطبخ الشيخ محشي وبعدين نسوي دايت ورا 3 أيام، تعالوا ويانا يلا دا أشوفكم طريقة العمل مالتي، همينة صحية همينة مختلفة، مو شيخ محشي مال امهاتنا كان يقلن هذا البيتنجان هاي وحده انا يعني بلا تقلاه. هنا يحطون لحم، احنا بما انه مسوين دايت عن اللحم بدون لحم، بعض شو اسمه يعني شلون الصيامي نفسه. هذا حطينا فلفل اخضر وكرفس وبصل والحشوه مال اللي حفرناه الشجر والبيتنجان هذا اللي بداخله همين ثرمناه، وهذا الرز مو هوايه يعني تقريبا نص كوب، لان يعني هي مثل السوب مثل الشوربه الشيخ محشي. هذا كله ترى حنخلطه ونحط عليه هذا التمارك يعني كركم، وهاي 7 بهارات وكركم، وهذا ملح، وهو لازم يحطوا له كانه واهلنا يحطوا له مندوزي يمه ملح الليمون، احنا راح نستعيض به بالليمون. هاي عصارة نومي حامض 2 همين نديرة بيه، وهذه يمه ملعقتين كبيرة معجون. حبايبي خاف انتوا تسووها بغير طريقة، قلت لكم يقلوها ويحطون لحم، هذه الطريقة مختلفة يعني طريقة صحية ونباتية 100% بدون مواد كيميائية مثل اللمندوزي، وحنستعمل ليمون طبيعي. سمعتوا حس البزونة حتى انستغرام عندها مدللة، هسه راحوا وحبسوها بالغرفة تريد تجي هنا، انا ما خليها تجي بالمطبخ. هسه هذا المعجون هم راح نحطه. امي فين ايش اسمه هذا الشراب؟ ياهو ابو البيبسي مال هذا، مو نصور هاي لو انت كان طردتنا يعني كات يعني كات يعني الصودة اي كات هذا إيه؟ يلا حبايب، وهاي انا دا لبست تشوفها من ارواح اللي يمه همين ما يلزق بالايد. يعني انا دائما استعملها ذني اكو شي هنا يبيعون رخاص لنا مال طبخ. هسه ضبطنا، راح نبدي نجيب الجدريه ونشوفكم. حتى انا الزيت احطه ويا الصلصه مال الطماطه، ادير بس شويه قليل على الصلصه مال الطماطه واغطي. هسه من راح اصفطه الجدريه بس الاكل بدون دهن. هسه هاي الجدريه راح نصفطها حبايبي. هذه نسيت اقول لكم يمها اها نزرفها فد منا ومنانه، حتى شنو المرقه تطبخ بيها شو اسمه الباذنجانه والشجره، يمها من نحشيها ما نتنقها هيك على هواها ونخلي بيها شويه فراغ. ليش؟ لان التمن يوم ينفش يعني يضاعف حجمه من ينطبخ، فنسوي له مجال. هاي وحده نقول باذنجانايه وشجرايه. ترى يماني هالايام دا اتابع شو اسمه قنوات مصريه والحكي مالتهم مش حلو. شو تقول؟ تقول نقور الكوسه ونحشيها يعني شنو؟ نحفر الشجرايه ونحشيها. زين، و تقول اوعي اوعي يعني تترسيها زايد، يمكن يعني يا الله نسيت يمه اوعي تحشريها. زين، مو اللي يتابعوني المصريين يزعلون، ترى ما اعرف احكي مصر. هسه المهم شنو؟ راح نحط بتنجانايه وكسايه، يعني بتنجانايه وشجرايه، باذنجانايه وشجرايه، احنا نسميه شجر. هذا يمه هسه بقه لفيتها كلها، راح احط هذا اللي بقى هو ما يهم، حتى شو اسمه الشوربه همين تصير ثخينه طيبه. وراح هاي هنا
مي طماطه. ايش راح احط له؟ راح احط له هذا الليمون، عصره ليمونات اثنين، ليمون حامض، وراح احط له الزيت بنفس الصلصه. وبعدين اديرها على الشيخ محشي، ادير اول مره قسم شويه يطبخ، ارد ادير القسم الاخ نصه يعني. هاي مو هوايه، هذا زيت زيتون حبايبي، خلينا نقول نحط له مقدار ملعقتين. هاي هي ترى، هذا ترى شو اسمه مثقوب صغير، هذا زيت زيتون راح اخلطه وادير نصه، ادير نصه شويه تفور اشوفكم اياه، وادير القسم الثاني خلينا نحطه على النار. حبايبي هسه هذا العصير مال الطماطه درت نصه وحتى يتطبخ، لان احنا ما قضينا قلنا لكم، وشفتوا درت زيت زيتون شويونه، هسه راح اعوفه يعني يتطبخ بيه، واضيف القسم الثاني حتى تصير شوربه. يلا حبايب هسه فار الفاره الاولى قلت لكم حتى يتطبخ، تشوفوا ان هو حالات الشيخ محشي مثل الشوربه، المي زايد، هذا مو المي، طبخ شويونه من شو اسمه. هسه راح ندير القسم الثاني هذا كله، ومن يستوي عودينا ما نحركه، يظل هيجي من يستوي ان شاء الله نشوفكم اياه. زين حبايب، ومثل ما قلت لكم هاي طريقتي، واللي يريد يحط لحم يحط، احنا ما نحط قلت لكم لحم، مسوين كليتهم دايت شو اسمه، مسوين دايت من اللحوم، قالوا فد يعني تقريبا 4-5 أشهر ما ناكل اي لحم حتى المعده تتنظف، يقول لك يما هذا اللحم يظل كوما بالبطن يلا ينهضم. وطلع همينه شو اسمه، ربي يحفظكم بسبب بعض الامراض، فسوينا دايت من اللحوم. وهسه مني يعني تدخن المرقه، هاي هي كملت وكل السهله، بس شويه شغلها من تحفرون نصبها وتشوفوها، يا ريتكم وياي على الريحه مال البهارات، ريحه الفلفل الاخضر الشجار، وتعلمتوها قلنا لكم بتنقنايه وبصفها جنبها كوسايه يعني شجرايه وبتنجانايه. هسه صارت لح انصب بالماعون وتشوفوها، نصب وحده باذنجانايه. ها هاي شلون؟ هاي شلون؟ نعيدها؟ ليش تضحكين؟ هم زين لقفتها؟ كان وقعت بالمرقه. قلت عيب لكم يمه، هذا مطبخ ماما سعاد. والله ولا دا اشوف الباذنجان من الشجر. يا راد لي مناظر اني وين اشوف؟ صدقوني. ايه هاي باذنجانة، هاي هم شجراية، والمرقة همينة ثخنت حبايبي، شوفوا هاي باذنجانة صارت لك، صارت لكم زلابية. الدولمة احنا عندنا طبوع من نحط لها المي الفورة الأولى النار عالية وبعدين ننصيها. بالنسبة للش اسمه الشيخ محشي، لا الحرارة وحدة يعني شوية أعلى من المتوسط، الماء تدخن المرقة تدخن الشوربة. هذا الشيخ محشي مالتنا صار وطبخناه بطريقة صحية، صدقوني ما يفرق عن الناس اللي تخلي لحم، وعن الناس اللي تقلي واحدة وحدة وتجيب وتحط بها الدهن يمه، هذا كله كوليسترول، هذا أكلة صحية ومجموعة خضروات وطماطه طبيعيه يعني عصير طماطه، وتاكلوها بالف عافيه. الا طبختوا هاي الطبخه طقوا لها صوره وسوون هاشتاج مطبخ ماما سعاد على الانستغراميات حبايبي، انتوا فصلوها بكيفكم، انستغرام انستغرام. ها عندي اخويا الله يحفظه ويطيل العمر والصحه دائما يدرسني انجليزي، يقول لي انستغرام، انتوا هم قولوا انستغرام، وإن شاء الله تاكلوها بالصحة والسلامة أحبابي، ومع السلامة أحبكم. ويوم شو اسمه دوسوا على هذا الجرس حتى من أنزل حلقة تدرون بيها
زين وسوي السبسكرايبيات. مع السلامة. Yeah. Yes, adore you all of the time. I like to